أخبار اليوم. أهلا بيكم قناة بوابة أخبار اليوم وكل السادة المشاهدين. الحقيقة يوم بالنسبة لي يوم سعيد جدا، يوم مكرم فيه من جامعة عين شمس جامعتي اتخرجت منها في كلية التجارة. ده تالت تكريم لينا في جامعة. الحقيقة اتكرمنا في جامعة القاهرة من أسبوعين، وقبلها اتكرمنا في جامعة المنصورة، واتكرمنا عشرات التكريمات، مؤسسات وجرايد وفي أكتر من مكان. الحقيقة أنا سعيد جدا النهاردة أنه فريق العمل النهاردة بنحس أن احنا بنحصد جزء من نجاحنا الكبير بعد انتهاء عرض جزء الثالث من سلسلة الدم. والله أعتقد أنه نجاح المسلسل واضح جدا في حجم التكريمات المهول اللي احنا كل يوم بنتكرمه، لدرجة ان احنا كتير بنوقف التصوير عشان يعني عندنا تكريم لكل افراد الكاست. اعتقد ان نجاح المسلسل الجزء الثالث مختلف المرة دي، نجاح صاحب جدا، نجاح غير عادي. رسالتنا وصلت للناس، خاصة الشباب اللي النهاردة شفناهم قد ايه بيحتفوا بينا. المسلسل حقيقة كسر تابوهات كتيرة، قدر يرجع عرض المسلسل المصري بعيدا عن رمضان، قدر يحصد يعني جائزة أو اختيار أنه كان أعلى مسلسل في نسبة المشاهدة سواء هذا العام أو العام الماضي. حجم إعلانات مهول، يعني عايز أقول أن المسلسل حقيقة يعني قدر انه يطرد المسلسل التركي اللي كان متسيد على الشاشة، ويجعل المسلسل المصري يعود مرة اخرى للشاشة بعيدا عن رمضان. فالفضل في ده يرجع لسلسلة الدم وربنا. فيعني احنا النهاردة يعني بقول لك مش قادر اقول لك سعادتنا بهذا التشريف وبهذا التكريم، انا وكل نجوم المسلسل الحاضرين والغائبين. انا لسه ما قررتش ايه العمل اللي جاي، لانه انا بقالي 4 سنين ما خدتش يوم اجازه من ساعه ما بدات، في 5 سنين كمان مش 4 سنين، ساعه ما بدات في كتابه سلسله الدم الجزء الاولاني. فاعتقد ان انا يعني ان شاء الله خلال شهر ونص هنتهي من الجزء الرابع. اعتقد ان هاخد اجازه الصيف كله بقى قبل ما افكر اشتغل في حاجه تاني، لانه مش عايز اقول لكم ابطال وشخصيات سلسله الدم دي بتتصارع جوايا وجوه ذهني حتى وانا نايم. يعني شخصيات كلها يعني كانها بتقول لي قوم اصحى، قوم حل لنا مشاكلنا، قوم اعمل لنا حاجه. فمحتاج اخد اجازه اغسل دماغي عشان اخرج من سلسله الدم واقدر اشتغل حاجه تاني. في شخصيات هتختفي في الجزء الرابع مش هتبقى موجوده. طيب هل ده هيأثر على الجزء الرابع على العمل؟ لا، هو الشخصية الوحيدة اللي بتختفي طبعا شخصية إخلاص الفنانة الكبيرة علا غانم، وعايز أوجه لها تهنئة خاصة بيها، لأنه أدائها في الحلقات الأخيرة من الجزء الثالث كان أداء عبقري الحقيقة، وأنا بهنيها على هذا النجاح. وحزين لأنها مش معنا في الجزء الرابع لأن الشخصية انتهت، لكن بقية الشخصيات مستمرة ومكملة معنا وبتزداد صراعاتها. وبالعكس في شخصيات جديدة دخلت علينا كمان في الجزء الرابع، أهمها الفنان الكبير أحمد بدير، والفنانة الجميلة رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد سلامة، وعشرات الشباب. على فكرة في أدوار كثيرة للشباب في الجزء الرابع، هتجدوا كأنه مسلسل قائم بذاته في الجزء الرابع، في 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 الدراما بتاعته، في صراعاته، في الفترة الزمنية اللي بيشتغل عليها اللي هي فترة ما بين الثورتين. فأعتقد أنه أيضا هيكون علامة مهمة جدا في تاريخ الدراما.